وجوه طيبة، وجوه اجتمعت في هذا المكان الطيب بدعوة من إنسان وأناس وهما آية الديار، يعني أناس فنانين ويشجعون فتح المنطقة منذ زمن طويل. حتى لا أطيع عليكم سأشارك بثلاث قصائد إن شاء الله، منها قصيدة باللغة العربية وهي الذكرى 63 لتأسيس القوات المسلحة الملكية. كل القصائد التي أكتب هي بين يدي صاحب الجلالة، وهي في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه القصيدة يعني رمضان كانت في مناسبات عدة وطنية، ومن هذه المناسبة وأعطيتها هذه القصيدة، وكل عام بقصيدة لمناسبة وطنية. أقول في القصيدة: من يوم تأسيسك والوطن نحو العلا والمجد بك يسير، إذ بك هيبته حفظت تحت إمرة قادة فضلهم علينا كبير. ولا وجل من أراد وطننا بسوء إلا بوجودك يا نذير. صهرت على حدود مؤمنة استقرار ملك به الكل يفتخر، وعلى روح مؤسسك الطاهرة أسكى سلام لبرزخ يبير. روح طيبة ما أنجبت إلا أرواحا طاهرة منها هذا السائر، فكيف نخشى أعداء وبما تخشى الأعداء رومينا وله زفير كزفير جحيم، لها تغير لكل من مس حدودنا ولها سبيل. فيا باب الخير منا أقبل، ويا باب الشر يصبك التدمير. سيف جيش ملكي مسلول في وجه كل من في وجه كل معتد بطش واسير، وخيله على شماشم كل من بغى تطأ، وكل نقع حولك تثير. فكيف لا نشد بملاحم جيش حين فر من بكسه ذاك المستقبل، وبشعب مجند لما لبى نداء الصحراء بمسيرة علاها التكبير. نداء نادى به ملك مطاع، إذ كرجل واحد هب الشعب نفير. فكما حررنا صحراءنا بعاهل كريم بابن كريم شأنها يدير، محافظين عليها وعلى كل شبر من أرضنا، والملك نجم ينير ينير والملك نجم ينير ينير طريقنا نحو الأفضل، وبثمان نجب دعوته وما إليه يشير. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذ عبد الرحمن بن قيد على هذه القصيدة الجميلة. يا طير علي